وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الدكتور هشام العشيري، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي. أهلا بك في نشرة الأخبار. ولو تطلعنا على أبرز ما جاء في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي وما تم استعراضه من قبل سعادتكم خلال اجتماع اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذا اللقاء للحديث عن أعمال اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي التي عقدت في القاهرة في جمهورية مصر العربية. وخلال اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تم مناقشة مجموعة من البنود واستعراض مجموعة من التقارير، منها استعراض الرؤية البرلمانية العربية لمواجهة تأثير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية. أيضا تم مناقشة المسودة الأولى لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن العام 2023، واستعراض مذكرة قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي. وبدوري كممثل عن مملكة البحرين قدمت استعراض لمجموعة من القوانين والتشريعات التي سنتها مملكة البحرين والمتعلقة بهذه البنود، إضافة إلى استعراض المرسوم الملكي الشامل للعفو عن مجموعة من المحكومين وتأثير هذا المرسوم على حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأيضا تأثيره على تماسك واستقرار المجتمع البحريني. كذلك تم مناقشة آليات وخطط حكومة مملكة البحرين لإدماج المفرج عنهم في المجتمع عبر توفير مجموعة من البرامج التدريبية لهم وفرص وظيفية لهم أيضا لإدماجهم في المجتمع البحريني بالصورة السليمة. من القاهرة سعادة الدكتور هشام العشيري، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.